هي زراعة تكاملية بين الأسماك والنبات. فالنبات يخدم الأسماك، تخدم النبات بالعناصر المغذية، والنبات يمتص العناصر ويرجع الماء مرة أخرى للأسماك في بيئة صحية ونظيفة فيها وفرة مالية عالية، بسبب أنه كثيراً من المصروفات التي توجه بالزراعة التقليدية لأعمال التسميد والمبيدات المكافحة الحيوية والتشغيل والصيانة وعلى رأسها الماء، استهلاك الماء والطاقة، هي أقل بكثير في الزراعة الأحيوائية.